أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم الله. اليوم راح أشرح لكم عن جهاز الـ AIS. الـ AIS اللي هو نظام التتبع. وشو نظام التتبع؟ نظام التتبع هذا جهاز صغير ينحط في كل واسطة بحرية من الباخرة إلى القارب الصغير. طبعا هو ميزته الوحيدة إنه هو يحدد موقعك في البحر، لا سمح الله يحصل لك طارئ، يحصل لك اختطاف، يحصل لك غرق، يحصل لك حاجة مكروه لا سمح الله. ميزة الجهاز يحدثك. الآن أنا فاتح الشاشة وهذا تحديث أونلاين الآن، يعني هذا البواخر اللي موجودة الآن في البحر أونلاين، والتكات التوك بوت وكلها أونلاين الآن. وراح أشرح لكم طبعا هنا مسجل في أيقونة الموقع ايس اللي هو نظام الـ AIS فيصل تراكينج. طيب الان خلينا اوريكم شغله. الحين هذه كلها البواخر اللي قاعد تستخدم الان، اللي قاعد تمشي في الخليج، هذا كله اونلاين الان. البواخر هذه كلها قدامكم اونلاين. يعني مثلا لو نبغى نسوي تعريف على 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 مثلا باخره واحده او مثلا قارب واحد او حاجه، مثلا بنشوف اللي عليها الاحمر هذه، تضغط عليها بس وتشوف، حتطلع لك اسم الشركه. هذه الشركه سعوديه، المركب سعودي زين، ومكتوب عليه كذا. طبعا بنشوف منين متحرك او وين رايح او خطه. الان شوفوا الان رسم لي المسار حقه من وين جاي، اعطاني الهيستوري داتا من عنده، وين كان وين رايح وين جاي ومن مر عليه وين ما مر عليه. طيب نشوف مركب ثاني ايضا، مثلا خلينا نشوف هذا مكتوب عليه الزامل، هذا تك اسناد، هذا تك مساند، التوك بوت مساند. زين بنشوفه منين جاي. طبعا هذا توه متحرك، ما دام ما اعطاني مسار توه متحرك من هنا، كان واقف وتوه متحرك. فهذه ميزة نظام الايس، نظام الايس اللي هو الـ AIS، نظام تتبع، اعرف تحركات القارب وين راح وين جاء وين شغال وكل حاجة. طبعا هذا يفيدك في الانقاذ لا سمح الله، ويفيدكم ايضا في معرفة تحرك البوت لا سمح الله، غرق، صرح فترة معينة وما جاء على التصريح، تبي تعرف وينه. بخصوص موديلات الاجهزة، الاجهزة موديلات تواجد طبعا، اللي هي فئة كلاس بي اللي هي مطلوبة عندنا من عند وزارة المواصلات والنقل البحري وحرس الحدود. طبعا انت تدخل جوجل في اكثر من شركة، ايكم عنده شركة، الجارمن عنده، الفورنو، عدة شركات تقوم بالأجهزة هذه، وموجود على أنواع وأشكال واجد. جهاز التتبع ينربط بكذا جهاز، طبعا ينربط، تقدر تربطه باللاسلكي، تقدر تربطه بالجي بي اس والسونار اللي طبعا عليها انتل، تقدر تربطه بأكثر من شغلة ومحول ورادار وعداد. هذه من ميزة. أيضا تقدر تبرمجه على قناة بحيث أنه يصير جهاز استغاثة، يعني مثلا الحين اذا شغلت الاستغاثه والنداء يتقدر يعرفون عن طريق جهازك، يعرفون عن طريق الجي بي اس او عن طريق الانتينا او الرادار.